منهم هذا السيد الطاهر القاسم بن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، شاب طالع يخاف من خياله، وإذا كشفوا هذا ابن موسى بن جعفر يقتل بحد السيف. فر من المدينة، اجى إلى البصرة، اجى من البصرة وصل نفسه إلى يريد يجي عند قبر جده الحسين سلام الله عليه إلى كربلاء، ولكن يخاف من الجواسيس، وصل إلى الحلة. هذول عشائر العرب استقبلوه، دخل في حي هو ما يعرف أحد، شاف اثنين بنادي لعبن عند المي، صار خلاف بين البنتين، واحدة قالت لا وحق صاحب البيعة. القاسم اجي هذول بنات على براءتهن، قال لبنتي تعالي شوف من صاحب البيعة عمو. نظرت إليه قال ذاك سيدي ومولاي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ارتاح، عرف دور الشيعة. قال لها أين أبوك وين والدك؟ قالت ذاك اجعد والد البنية. دخل عليه سلم عليه، قال لهم أنتم من الموالين؟ نعم. قال أنا هم شيعي موالي مشرد. منو أنت؟ قال أنا اسمي غريب، أهلي خلوا اسمي غريب. نية جرأ يقول أنا ابن موسى بن جعفر. هذا أيام حياة الإمام سلام الله عليه، ولكن الإمام في السجن. غريب سيد غريب. ظل أيام، هذا الشيخ العشيرة شاف هذا الشاب عجيب عليه سيماء الصالحين، شاب متدين أهل صلاة الليل أهل التهجد، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، مؤمن يخاف من الله، وكان يحمل القرب يملؤها بالماء ويسقي أهل القرية، يقول بثواب غريب كربلاء لجده الحسين يسقيهم الماء. عاش حياة الفقر. هذا الشيخ العشيرة ثمنه اشتراه، لما يشوف شاب متدين الناس ايش كانوا يفكرون؟ دين عنده نعم، زوج بنته. قال له ابني يا غريب اريد ازوجك بنتي. قال له ما يخالف عمي، الانسان اذا يتزوج افضل مما يكون عزل، اتزوج بس ما عندي شيء. قال له انا اعطيك غرفه في بيتي اتزوج. شيخ العشيره التفت الى بنت العروسه قال لها بنتي ليله العرس اسالي قولي لي انا مرتك، انت راح تكون زوجي، يعني مو من حقي اعرف انت ابن من؟ من اي عشيره؟ ليله الزواج العروسه قالت له يا غريب ليش ما تعرف نفسك؟ انت ابن من؟ بس قل لي اني اعرف شلت من صرت. قال اسف يكفي ان تعرفين انا غريب، اللقاء في الجنه ان شاء الله. حملت زوجته وجابت بنيه، خل اسم البنية فاطمة. مرت أيام، يوم من الأيام هاي فاطمة كبرت، صار عمرها 5 سنوات، جدها أخذها قبلها، حبيبتي فاطمة روحي عند أبوك قولي له يبا أنا بنتك، من أبوك؟ من جدي؟ أعرف أنا من أي عائلة؟ من أي عشيرة؟ ما عندي عشيرة. أدت هاي البنية، البنية تتحدث إلى أبوها، ألقت بنفسها في حجر والدها، وضعت إليها الصغيرتين في رقبة وأبا عرفني نفسك أنت من أي قبيلة من أي عشيرة؟ قال لها بني أنا اسمي غريب ما عندي ديار وما عندي عشيرة. مضت أيام، تمرض القاسم، هذا ألم الفراق حقه يدق الإنسان، وقف قلبه طايح مريض. جاءه عمه شاف في سكرات الموت، قال له ولدي غريب غريب حبيبي قل لي انت ابن من وانت تموت؟ نظر نظرة الى عمه، قال له يا عم انا القاسم ابن الامام موسى بن جعفر. لما سمع عمه ضرب على راسه، قال وخجالة من جدك رسول الله ليش ما أخبرتني حتى أكون عبد ذليل خادم إليك؟ قال لا يا عم أنت أحسنت الضيافة، بس عمي أنا عندي وصية إليك، إذا أنا قضيت نحبي أدفني هنا، وين ما صار إحنا غربة ما عندنا أحد غريب، ولكن هاي بنتي علوية من بني هاشم وهاي جدها موسى بن جعفر، أخذ بنتي وين أودي بنتك بابا؟
قال لعمي أيام الحج أخذ بنتي روح إلى المدينة المنورة في محلة بني هاشم. هاي محلة بني هاشم كان الأخوة اللي راحين الحج بين قبر رسول الله وبين البقيع كان هنا. هاي المحلة يقول محلة بني هاشم. قال روح في محلة بني هاشم هناك اسأل منزل الإمام الكاظم. لما رحت في بيت الإمام الكاظم قول أريد أم القاسم، أمي تجي بنتي فاطمة أعطيها بيد أمي. اصبر لي شوية شوف أنا وين داخلك. هذا الرجل اتوفى القاسم سلام الله عليه دفن، عم شال الطفلة جاه إلى المدينة محلة بني هاشم وزد هاي يقول مست ديارهم وحشة وخلية ما بيها رجال، الرياجيل كلهم مشردين ما بيها إلا النساء الأرامل والأطفال. سأل وين بيد موسى بن جعفر؟ دلوه بيد بيد البنية. جاء وطرق الباب. من؟ قال أنا جاي من العراق أريد أم القاسم. هذه الأم المفجوعة قاعدة وعينها تربي على الطريق، إيش وقت يجي ولدها؟ إيش وقت يجي حبيبها؟ وإذا بها تسمع ركضت أمه جاءت عند الباب. قبل ما الشايب يتكلم رأت ملامح وجه القاسم في وجه هذه الطفلة فاطمة. بمجرد أن شافتها لزقت بالطفلة، ولدي حبيبي قاسم أخبرني يا رجل أين ولدي؟ قال نغامة الله ولدك قضى نحبه بالعراق، غسل دفن كفن. ولكن أم بجوع صاحت صيحة وطاحت على الأرض وحركوها وإذا بها ميت.